صافي دابا استاذه شنو غادي نديرو؟ اذا هنا غادي ندوزو البشريخه. بالنسبه للبشريخه غادي نحتاجو كيلو ديال الدقيق، 250 غرام ديال المارغرين، نصف لتر ديال الحليب. سمحي لي نقاطعك، مارغرين ماشي زبده ياك؟ اه مارغرين. الا درنا زبده سبيسيال كتجي شيشه بزاف وكتبدا تهرس. الوغ كنديرو المارغرين، سطر ديال الحليب، نسخن معها معلقه كبيره ديال القرفه تكون مطحونه، ومعلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين، جوج معالق كبار ديال الزنجلان محمر ومطحون، وشويه ديال الملح. اذا بالنسبه للطريقه كناخذو الدقيق، كناخذو القوام العطريه، الزنجلان، ديما الخميره كنخلطوها مع الدقيق، ما كنديروهاش مع السوائل، مع الزيت ولا مع شي حاجه، حيت كيمشي لفي ديالها. الا درتوها مع الخل ولا مع المزهر ولا هذا شويه كينقص لفي ديالها. وبالنسبه للمارغرين كنذوبوها وكنزيدو معاها الحليب، واللي بغى يدير زعفران شعره، واللي بغى اللي ما عندوش يدير الضامات الزعفران غير على قبل اللون. مطلوبه البشنيخه حتى هي؟ اه حتى هي ضروري. البشنيخه كيخدموها الناس في الديور بزاف، الشباكيه كتجيهم معقده، كاين اللي ما كتصدقش ليه التشبيكه، كاين اللي كتجي فيها تماره. البشنيخه كتبقى ساهله بزاف، الناس كيحضروها في ديورهم اكثر ما كيشريوها. بالنسبه اللي بغيتي تعطينا الثمن ديال الناس اللي كيباغيين يخدموا لي كوموند، بالنسبه للشباكيه، الشباكيه كنحسبوها ب 70 درهم الكيلو ديال الزنجلان، وب 90 درهم الكيلو ديال اللوز. كديروا لي كوموند انتوما؟ آه كديروا لي كوموند. وبالنسبه للبشنيخه كنحسبوها ب 60 درهم الكيلو. واخا تكون الدقيق سخون، واخا يكون عفوا الحليب والزبده باقي سخان، معليش. صافي دابا تبقيت صافي تعجنيها حتى هي خصها تزدلك؟ لا غير كتبان. هو حنا في لاباتيسخي عندنا واحد القاعده، كاع الحاجه اللي بغيتيها تجي مرمله ومقرمشه ما تدلكوهاش، بحال الشكل ديال الصابلي، الشباكيه، وسيرتو الحاجه اللي ما فيهاش البيض، سيرتو الحاجه عفوا اللي فيها البيض، حيت البيض الا تسدلك هو اللي كيجمع لينا لاباط. يعني صافي غير تجمع في الاول. هنا في الاول حيت كنعجن بالحليب السخون والزبده، كتجيكم العجينه بحال مطلوقه، كتجيكم بحال جاريه، ولكن هذا القياس اللي عطيتكم هو العبار. اون فوا كتبرد صافي كتبان لكم دايره في جمعات راسها. جمعات راسها كتخرج هي يا كتخرج البشنيخه كيلو كيعطي كنديروها كلها. انت ما غتصاوبيش لنا غير البشنيخه، غادي تخرجي منها ثلاثه ديال الشكيلات، ثلاثه ديال الاشكال، وكتبقى عاوتاني كل واحد كاين اللي كيزيد فيها البودر كاكاو باش كيدير منها الوان. الوان انت غتعطيهم دابا الافكار شفويا وتطبيقيا. يعني يقدر يخدموا بلاطو كله غير بشنيخه مشكله. آه مشكله مشكل. صافي غنخدمو هادي هاهي، كنديروها هكا كويرات، نخليوها تروبوزا تقريبا على الاقل واحد ساعتين ديال المقلي، عاد غادي نبداو. دابا جبتي العجينه ياك؟ العجينه كنطبقوها على شكل مستطيل باش ما كاتش، حيت عارفين البشنيخه ديك الجناب ديما كيبقاو يرجعوا ليا، غير باش هما غادي يرجعوا غادي يرجعوا، غير باش ما يرجعوش بزاف وصافي، باش ما يكونش عندي لو شي بزاف. عارفين العجينه فاش كتخدم وتعاود وداكشي كيبقاش عندها كنحاول نرقق لو ماكسيموم.
فاش وانا كنقرا كيبغي الجناب وديما هاد المقليات الله يرضي عليكم ما ديرهمش بالدقيق لان الدقيق كيبقى في الزيت و تيمسخ لكم الزيت وكيعطي واحد لوغو خايب طفات الا كانت مزيانه راه هانتوما كتشوفوا ما كتحتاجش الدقيق يكفي انها ترتاح غادي ناخذ دي بوند بحال الشكل ديال الشباكيه هاد الخدمه عاوتاني راه كتعطيكم حتى الوقت كتقتصد لكم حتى في الوقت احسن من انني نبدا نخدع هذوك الكرات كاملين اربعه الكرات ولا خمسه اللي عطاتني العجنه نخدمهم بهذه الطريقه ونحطهم حتى على وحده وعاد كنبدا باش كتمشي الخدمه مسطره ما كنبقاش يعني سدري ايطاب وحده سدري على كل شيء على كل شيء باش الخدمه كتمشي بسربيه سورتو الا عندي العوين واحد غادي يطلق لي العجينه وواحد غادي ديما هنا نرقو العجينه حيت في الوراقه نديرو القياس ديال الوراقه هاد البوشنيخه كنخليها فايته نمره بنمره على القياس ديال الشباكيه الوغ غادي ندوزها هنا تقريبا باش تجيني مقاده هادو كنخليهم كنحسب واحد 15 شعره تقريبا وكنجي كنديرو ما كنديروهاش صغيره بزاف حيت الا درناها صغيره بزاف ما كتبان مقموعه الا كبرناها بزاف كيتهرسوا لهذوك السنينات الوغ كنجيو مويان وكان القرص من الجنوب وكان الفاق من الوز وإما الوز وإما كنجي عاوتاني هنا كنعاود نقرص وحنا كنصغرهم حيت هاد العجينه الا خليتها غليظه كطيب غليظه في البوشنيخه يا اما نحطهم هكا بحال هاد الطريقه يا اما نحطوهم بهاد الطريقه اولا نلويوهم وانا كنخدم وكنحط في بلاطو وحده حدا وحده ومانيش واخا يعمر لي مثلا البلاطو نقدر نحط بحال هكا سته في وحده فوق وحده باش ما يكونوش عندي زعما المواعن بزاف الطريقه وكنلويها وكنبقى نحطو وحده فوق وحده باش حتى في القليب بس
ما كيتحلوش ما كنكونوش. لا الا سديتيهم مزيان بهذه الطريقه غنسد ونعاود، حيت كاين اللي عاد كيقرصهم هكا صافي ولا جينا عاوتاني ما تكونش ناشفه. الا خليت العجينه هنا بزاف، ولا مثلا كاين اللي غادي يبدا هنا غادي نغطي بلاستيكه ونبقى نسرح بالباندا كاين اللي يسرح بزاف العجينه فاش كتنشف كنقرصها كتقطع من هنا كتحيد، اولا اللي غادي يخليهم عريانين العجينه فاش كتنشف كتهرس في المقله. فوالا غندوزو هاد البشنيخه نقدروا نخرجوا منها حتى هي بزاف ديال كنحلوها هكا هي راه ما تخافوش منها، غير كتدخل كاين اللي كيدير فيها الدقيق ولا هذا باش تحليه في الزيت. اون فوا غادي لاباط فيها الزبده وما فيهاش البيض اللي غادي يلصقها، اون فوا غادي تدخل الزيت غادي تحل. حطوهم بهذه الطريقه. انا راه خرجت ثلاثه ديال الاشكال العاديه اللي هي اللي شفنا دابا، وغادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو المكسوره اولا كيقولوا ليها هما عش البلبل. كتجي مدفوره ولكن هاد الثانيه كنورق هكا وكندير المايزينا. علاش ندير المايزينا ما نديرش الدقيق؟ حيت المايزينا ما كتعطينيش بحال اللي في ديالها ما كتحرقش ولكن ماشي عاوتاني نسمع المايزينا اللي هي كويطات صغار، ماشي غادي نسمع المايزينا و بحال كبار شوية اللي كيها بيدك حيت مشفات بحال هكا كنخدم وكنعاود نورق على نمرة حتى كتبقى ليا نمرة عاد كندير المايزينا، حيت الا درتها من الاول كتساس ليا وانا كندوز العجينة في الوراقة وداك المايزينا كتنفض من العجينة. كندوزها هكا وكنجي هنا وكنعاود نورق بهاد الطريقة. هادي بيان سيغ ما كتكونش رقيقة في الروح ديال الشباكية، كتكون نمرة في حتى الشباكية. كنجي هنا باش تجيني قياس واحد باش نعطيكم القياس اكزاكت. شكون عنده مسطره؟ زهر شكون هي هنا المسطره ديال الكوزين؟ غادي نجي غادي نحسب 12 حبه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هاي 12 الاولى تمنيه صافي هاي 12 الثانيه غادي نجمعها هوك باش ما ننساش عليها، وغادي ندوز ل 12 الثالثه مكنزيرهاش وما كنخليهاش عاوتاني محلوله هكا بعدا غير بحدها كتصفر هي شويه الا بقات هانتي بقات الزهره هنا ملي كان صافي كنتقل كيخصني لي شادها يشدها هكا هكا شدها بجليد غير لا غير هكا على يدها حيت الا بقات شاده غادي تقل غادي يهبط. هزي مازال الفوق باش انا ما نزيد ديك الفوق صحابات نتوما دابا كتقراو مع بعضياتكم تعاونوا عليها. فوالا حتى كنوصل هنا وكنحبس وكنجي الا بانت ليا مزيره من شي بلاصه ولا هذا كنحاول نوقف ضروري الدفيره من شي جي خصوصا اللي ما كيعرفش يدبر بحالي. انا غادي نجي هنا نقطع هنا غادي نقطع وغادي ندير تقريبا واحد 100 سنتيم نحطها هنا المسطره تمسحات غير هو الكباري اللي غادي نمشي عليه المره الاولى هو اللي غادي نبقى غادا عليه من بعد. هنا
خصنا نحاولوا تشريوها هذا جديده نقيه وتبقى غير الكوزينه. شحال من حاجه كنبغيو نعبروها بحال هكا، يجيوني قياس واحد وكنجي كنوقفها بحال هكا، نقدر نجددها معليش، وانا ساده هاد القناص كندورها غير على صبعي وكنسدها هكا كتجي طفيره. طبيعه الحال فاش غادي نبغي نبريزونطيها ديما هاد السده، حيت ما عنديش كندير حتى ما نسدهاش، هاد السده ديما كتجي اللور بحال هكا بحال هكا. غادي نشدها بيدي، نحاول ان ندورها على صبعي ونجي هانتوما غير السده، ما نغلطش لاباط، ما يكونش عندي بزاف ديال العجينه على بعضياتها، ونطلق بحال هكا. اولا هذيك السده نقدر نلصقو فيها باغي نقول شي لوزه ولا شي حاجه. لا حنا غادي نديرو واحد العقده ديال اللوز اللي غادي نحطوها هنا الفوق، ونتكو فيها سوا الصنوبر ولا اللوز ايفيلي ولا اللوز باطوني، يعني معليش ولا اللي بغى يسدها ببلوزه، غير اللوزه خصها تدار لا تفزك باش تغرس مع الزيت باش ما تحيدش ليكم. وكنمشي بحال هكا، هي الفو كتدخل الزيت راه كتحل. غادي ندوزو للشكل الاخر ديال المحن ديال لافينيسون، شويه كنتعطلو فيها، نحاول انني حتى هاد لي شوت هنا معليش قبيله كنا كنحيدوهم، مي دابا معليش واخا يبقى نديرها شويه قصيره، ما تكونش عاوتاني طويله بزاف. وغادي نخدم عاوتاني هادي اللي غنجيبها من هنا ونعاودها من هنا، وغادي نجيب هكا العقدة ديال اللوز ونحطها بحال هكا. الشكل اللي غادي نخدم الكعبة كنخدم بزاف، وكنبقى كنطلع فهاديك الشنيخة بحال كنلبسها بهادوك العويد بهادوك الخويطات ديال الشنيخة بحال هكا، وخا تلصق راه غادي يدخل الزيت. نحاول نلصق داك الباب، وكنجي وكنسد عليها بحال هكا، غير كنحاول نلبسها كاملة بهاد كتجي بحال هكا. الزائد وكتمشي بحال هكا، اللي مثلا انا دايره الشكل الاولاني اوفال، اللي بغي يديرها بحال هكا كتجي بحال البريقيقه، وهي راه كتبقى محافظه على الشكل ديالها. الزيت بحال هكا كتجي غير كنحاولوا اننا نغطيو هاد العجينه كامله. شوفيني هذا ما كيبانوش هاد سميتو، ما كيبقاوش يبانو ملي كن نديو هكا هلا، يا اما نخليها اوفر يا نخليها بحال هكا مكوره. حنا كنديرو حيت كنديرو هادي كنديرو هادي مكوره باش كيبقى الفرق بيناتهم. الوغ بالنسبه للقليه ديال الشباكيه، كناخذو الشباكيه ديالنا ديما كنسخنو العسل، نسخنوا الزيت وكنجربوا بحبه وحده ديال الشباكيه، الا بانت ليا دارت الكشكوشه بحال هكا وطلعات الفوق صافي كنعرف الزيت ديالي سخن. شي مرات عاوتاني كنسخنوا الزيت بزاف فايت ليه القياس، اش كتبان ليا غير كنلوحها في الزيت كطلع حمراء كتحمر، تما كنعرف راسي سخنت الزيت بزاف، كنطفي عليه ونخليه يعاود يبرد وعاد كنعاود نشعل عليه وكنخدم به. ملي كطلع ليا هكا في الزيت الفوق بيضه كنعرف راه صافي درجه الحراره ديال الزيت مزيانه. كنحاول ندير الشباكيه في قليه وحده، يعني قياس واحد بحال هكا، وكنبدا الاول غير كنحركو باش كتمشي كامله
ولا كانت عندكم شي مقله قد هذا القياس من الافضل طيبوه ب 12 حبه باش كتمشي القليه في الزيت مقاده. وانا كنقلي دابا منين كتوقف كتشد راسها كنبقى كنهز الشباكيه هكا وكنحرك، ما كنبقاش نديرها بشكل واحد بالوحده بالوحده، حبه بالحبه. انا هادي الشبيكه ديال البنات كل وحده وجات. الا عندي مثلا طنجره كبيره راه تندير مغرف ديال العود وكنبقى كنحرك، يعني ما كنخليهاش غير كتدخل غير كتحرك. نصائح بالنسبه للعسل؟ بالنسبه للعسل خصو يكون سخون، بالنسبه للشباكيه خص العسل يكون سخون، بالنسبه للبريوات خصو يكون بارد. الشباكيه ملي تنطفيوها في العسل سخون كتسمع تما كتعرف ان الشباكيه ديالك كتشرب العسل. البريوات الا طفيناهم في العسل سخون كيلواو، داك القرمشه ديال الورقه ما كتبقاش. اذا هنا الفرق ما بين الشباكيه والبريوات. ديما انا كنخدم سواء البريوات سواء الشباكيه كنبقى كنقلي وانا كنحرك، ما كنبداش عليهم من التحرك. وبالنسبه عاوتاني للعسل دائما كنجدد العسل ديالي، ان العسل الا شرب الزيت بزاف هنا بالنسبه للبوشنيخه حتى هي حنا عرفنا ان الزيت سخونه. بالنسبه للعسل الا شرب ليكم الزيت بزاف ما تيبقاش نهائيا يشد في الشباكيه، كتولي انت كديري الشباكيه وهو كله كيهبط تم كتهزيها من العسل كتهزيها ناشفه. اذا هنا بوشنيخه اين فوا كتشد حتى هي في راسها كنبقى كنحرك فيها هكا، ولا كندير واحد المغرف بالعود هكا حتى هي كتدخل كتحل كتحل وكنبقى كنحرك، ما كنحركش بالحبه بالحبه. هذاك الشيء قلت لكم الا كانت البلا هذا فين غادي نقليو صغير كنقلي غير 10 الحبات 12 حبه باش كنخلي الزيت الشباكيه ولا البوشنيخه فين تعم في الزيت. اما الا عمرت المقله بالزيت ما كنلقاش فين غادي نحرك. هذه الطريقه الا عندي الكونتيتي كثيره كنبقى نحرك بهذه الطريقه ما كنخافش منها. غير كنحرك غير الزيت ما كنقلبهاش، هي ملي كتحرك في الزيت راه كدور غير بوحدها. كذلك البريوات نفس الشيء كنديرهم وكناخذ سباتيل ديال العود وكنبقى ندور فيهم بحال كنقلي اللوز. القلي ديال البريوات بحال القلي ديال اللوز، كناخذ واحد سباتيل ديال العود وكنبقى ندور. هنا باش كنعرف بشنيخه صافي تقلات ليا دوك القنيتات اللي محزومين مشدودين صافي كيتحمر. الا كانوا باقيين بيضين غير نعرف ان مثلا الزيت راها سخونه بزاف ولا هذا، كنبقى كندور حتى كيتحمروا ليا دوك القنيتات بحال هكا. هنايا مازال غادي نزيدها ندورها حتى كيتحمروا دوك القنيتات صافي وكنقسمها. هاد لاستيس كنديرها لا في البريوات لا في البشنيقه لا في الشباكيه كنسقطها مزيان وكنسقيوها هكا غير كنحطوها هادشي غير كنحطوهم في العسل ما كنبقاوش الورق صافي يبقاو في العسل. تبات كاع في العسل يكون مزيان، يعني الشباكيه بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند يديروا واحد الإناء اللي يكون كبير ولا شي كميلة كبيرة مثلا تيخدمو فيها طياب ولا هذا ويديرو فيها العسل. يقدر مثلا الكليان تا كيقرب يجي عندي بواحد ساعة المكالة وكنصفي ليه الشباكية ديالو غير منديرش الزوجلان، كنصفيها ونستفها في البواطة اللي غادي ندير واحد لاستيس أخرى باش يلصق ليا زنجلان، على حيت شي مرات كندردرو زنجلان وكيطيح كله من الشباكية خصو يكون سخون، يعني الوقت اللي نحاول نسردي فيه لي كوموند ديالي يكون وقت واحد. الوقت اللي غادي تخرج فيه السلعه
كنستف لي باكيت ديالي ولا الكراتان ولا نشوف فاش كل واحد فاش كيعطي الكليان ديالو السلعه ديالو، وكندير واحد الكوكوط كنحمر فيها الزنجنان وكنبقى كنرش الزنجنان. بارك الله عليك، ما خليتي حتى شي اسود، جمعتيهم كاملين. التجربه ديال 10 سنين نتقاسمها معكم. تبارك الله عليك، الله يعطيك الخير، الله يستر الامور.